موجود النهارده نائب خالد كابتن عبد الحميد رضوان الساعه 10 الصبح نائب عن وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز اللي موجود في الاقصر وهنا بيتابع مركز الشباب اعتذر طبعا هذه الكره الوحيده لوليد سليمان اللي خبطت في القائم الشمال كانت ممكن تبقى هدف لكن القائم كده كان بيساند بقى احمد الشناوي ادي احمد توفيق قال في اصابه ولا ايه مع محمد السيد اخصائي تاهيل واصابات الملاعب ادي بعض جماهير النادي الاهلي موجوده في استاد القاهره الدولي مؤمن زكريا بيجهز بدلاء حسام حسن بدلاء بيجهزهم زي ما قلنا الحضرات وعنده ابو جبل وياسر ابراهيم وخالد قمر واحمد سمير ومصطفى فتحي واحمد علي ومؤمن زكريا بيجيب ناس كتيره جدا النهارده من الفريقين طبعا بعد اعتزال وائل جمعه ومحمد بركات وابو تريكه وسيد معوض الجيل الكبير اللي عمل طفره في النادي الاهلي في منتخب مصر